اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظه المنيا، بنحييكم تحديدا من قريه الشيخ حسن تابع المركز بني لمركز مطاي شمال محافظه المنيا. احنا النهارده مع نموذج ايجابي مع الحاجه فريجه. الحاجه فريجه واحده من يعني بتضرب اروع الامثله للسيدات العاملات، رغم ان سنها تجاوز 90 سنه الا ان هي ما زالت يعني بتشتغل بايديها عشان تاكل وتشرب، ودي جزء من الحاجات اللي هي بتعملها. هي بتعمل حاجه زي التحف بسحف النخيل زي ما حضراتكم شايفين معايا، يعني سنها ما وقفهاش عن الشغل والكفاح والنضال في الحياه، وهي دلوقتي يعني ما زالت تشتغل وكمان بتعلم جيرانها الشغل وازاي يعملوا. هنعرف منها قصتها وقصة حياتها وطريقة الشغل. اسمك ايه؟ فريجة محمد فرق دلكجي. قولي لي يا حاجة فريجة، انت عندك كم سنة؟ مش عارف. مش عارف عندك كم سنة؟ مش عارف، مش ماجر. طيب قولي لي ايه الشغل اللي انت بتشتغليه ده؟ ايه العمل ده؟ اما اشتغل اجيب الزعاف يجيبوه من قلب النخل. من قلب النهر؟ من قلب النخل. النخل ايوه النخيل ده. واشتغل. بتعمل ايه بقى؟ اعمل الباقع واسع واعمل قطاقيز نحط فيها العيش الطازج. وكنت لما اشتغل في المزرعة اجيب 300 طراقيز واجيب عجوة واجيب طحنية واملى 3 اضيف جوه واملى سهريج على السطح. اخد 60 جنيه بدأ كله. تعمل ده كله وتاخد 60 جنيه؟ واجي ماشي من مطاعم ما كروف على دين جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان في عيش. اما جابوه انا اللي كنت اما اروح اجيب واجي املى. واخد 60 جنيه. وما طرحت اول المايه ما جات طرحت ما خدتش حاجه. انت عاصرت جمال عبد الناصر؟ شو يعني شفت جمال عبد الناصر؟ طب احكي لي. بقيت املى الميه واجيب لهم العيش ما نمد شيد عليه. بالعدد والطحنيه واملى من البحر. املى الميه من البحر. انا عايز اسالك سؤال، انت اتعلمت الشغلانة دي من مين؟ من المرحوم أمي. طليت لها وهي ما تعمل. وهي ما تشتغل. ما قلت لهاش الدين نعم. طليت من المرحوم أمي. يلا وعملت زيها. بدأت تشتغل أنت، الكلام ده ميتة يعني كان سنة كام ولا ميتة ولا من كام سنة؟ بس سنة كذا اللحمة كان ب3 جنيه. كيلو اللحم كان ب3 جنيه. كان ب3. وانت كنت ما تعمل الطبق ده بكام؟ ما كنت عشان ما ابيع بناس اعمل لناس. تعملي للناس؟ يجيبوا لي شويه غله واللي يجيب لي لحم. يعني كنت تعمل الحاجه دي ما تاخديش فلوس؟ بحط السم. ما تاخديش فلوس، تاخدي حاجات برضه؟ لا. ايه؟ ما اخدش فلوس. ايه؟ الحمد لله. اخذ حاجات اللي جبنا شويه غلا خدها، اللي جبنا كبش الجمعيه خدها. ما قلتش لا ولا حاجه. طب انت الوقت مش يعني سنك كبر مش ترتاحي؟ ما لقيت اعمل لقيت هالشغل. ما لقيتش ما زعف ما فيش. ايه رجلي وجعتني من البحر قتال لها المدرسة. طب قولي لي انت علمت حد في البلد الصنعة دي الشغلانة دي؟ لا ما فيش حد اتعلم. ما فيش حد اتعلمها؟ ولا ولاد حد. ولا ولاد ليه يا عاد ما حدش يرضى يتعلم؟ ليه ما عرفوش يعني. قلت لهم اعملوا ما عرفوش غير هي يعني. مرتين. دي بس اللي اتعلمت الصنعة. هي بس. يعني احكي لي حكايتك
مع الزمن يعني مع والدتك وعشت ازاي؟ احكي لي احكي لي. الزمن حلو، بقيت ناكل سمن بلدي ونجيب لحم وناكل وفروج وحاجة حلوة. احكي لي رحلتك، رحلة الكفاح، حياتك. زمان ايه؟ اما الوقت الكل الرز ب25 جنيه. خبست العيش انت؟ ايه خبست وعلمت ولادي. ايه يعني انت كنت متخبز وتعلم العيال اللي تخبز؟ ايوه علمتهم الجبل. في حد اشطر منك في الخبيز؟ ايوه في كتير. وتعلم ولادي علمتهم، وعلمتهم الطبيخ وعلمتهم الفطير، علمتهم كل حاجه من الشغلانه دي. اقول لهم اقعدوا جاري وخذوا اعمل واعمل كذا واعمل كذا. طب لما الواحده فيهم كانت تغلط كنت تعمل لها ايه؟ اضربها. كنت تضربيها؟ اضربها بالعصا. كنت تضربيها بالعصا؟ ايوه. عشان تتعلم؟ عشان تتعلم. تتعلم وتروح عند حد معلم. ايوه. قولي لي طيب انت الشغلانة دي صعبة عليك وعاوزة نظر حلو، بس انت يعني عم تشتغليها ازاي؟ في حد ما يساعدك؟ لا ما فيش حد ما يساعدك. لما اعملها اقعد فيها اسبوع اسبوعين. يعني البتاع اللي جنبك دي تقعد فيها اسبوعين؟ ايش الاجواء البتاع ايه دي تقعد فيها اسبوعين؟ وجيت على الطازة ايه اقعد اسبوعين، اقعد ثلاثة على مهلي. يعني انت بتشتغلهم على مهلك. طب اما تدوم لمين؟ اما تبيعهم فين ولا بتدوم؟ اما تدوم وهو يبيعهم لك ولا تبيع؟ ما تبيع، يديني فلوس. انت تعمليهم وتدوم لابنك وهو يديك فلوس؟ ما هم عندهم وعملت وخدت. عايز اسالك سؤال. عطتني 50 جنيه. انا عايز اسالك سؤال. انت شفت جمال عبد الناصر والسادات وحسن مبارك صح كده؟ يعني انت عصرت الرؤساء كلهم. احكي لي على المواقف، يعني اديني موقف كده حلو كده زمان. اقول ايه؟ اعمل ايه؟ يعني انت لما كنت تروح تجيب الميه وتيجي نعمل بتاعه كنت ما بيعه ب3 جنيه. ده ايه هو ده؟ بقى ب10. ها ما نجيب فيه منجد يعني؟ ايوه منجد. يلم النار. ده يلم النار. انت عندك كم عيل وكم بنت وكم ولد؟ عندي ثلاثة، وعندي حمدي وطالب. كلهم متعلمين؟ كلهم متعلمين. مميزة طالب، مميزة. وحمدي زرع ريحان. زرع ريحان؟ زرعوا فين؟ اها عند البيت. عند البيت حلو. انت كنت اما تزرع برضه كنت بتروح الغيط؟ انا كنت اما اروح الغيط واجي بعود القصب بجيب 25 جنيه. بعود الوقت ب100 جنيه. انت كنت بتزرع ايه زمان؟ ازرع شامي وازرع قصب وازرع الدور بنفسي. بنفسي في الغيط بتاع حمد. ايه انت اللي كنت تروح تزرع تزرع بديك؟ ايوه بداية. يعني انت تعرف في الزرع والبتاع وال وازرع سمسم وفول سوداني الوان ما حدش ما يزرع. كنت متزرع قطن ولا حاجة؟ لا جنيناه القطن. تجني القطن كنت ما تغني تقولوا ايه؟ نقول يا لوزة. ايه سمعيني حتة حلوة كده من اغاني القطن. نقول يا لوزة. افتكري. نقول يا لوزة. يعني انتوا لما كنت ما تروحوا تجنوا القطن ولا تجنوا المحصول كنت عم تغني، يعني كنتوا ما تبقوا مبسوطين وفرحانين؟ وفرحانين اما ناخد فلوس.
كنتوا لما تغنوا قعدتوا تقولوا ايه تقولوا عن فرحتكم ايه يعني كنتوا لما تقولوا ايه وانتوا لما تغنوا مش شرط تغني يعني قولي الكلام اللي كنتوا لما تقولوه كنا لما نقول جلوزة ايه اسمها يا بيه محدش يمد ديوزة نشتغل وناكل عشان ما تروحوش السجن بيمد ايده يسرى اللي يسرى ويمد ايده انا اسرق اسرق طلعتهم حلوين طلعتهم حلوين واحد معاه شهاده وما يزرع ومعاه زراعه وواحد معاها طريقين كبره هي اسمها ايه؟ اشتغل اي ليه لما اشتغل ما خيار هي وين ايه دي اللي في ايدك دي مسلة القعر يا مرتعاه القعر دي قعرة اكبرها تخليها ايه دي لا اخليها كبيرة زي دي زي دي دي تعمليها في كم يوم دي عملها بشهر في شهر دي بشهر عشان تقرا تاخذ معاك وقت اما دحم وتاع على قدها يا ريت جسمها على قد نظرها طب اما اقول لك ايه لا. يعني انت الوقت ده مفيش يعني انت مبسوطه وانت بتشتغلي كده امال ايه يجيني الشاي ويجيني باكل وانا جاعل اشتغل وياك اشتغل اربع ساعات يعني كنت تقوم من النوم الساعه كام اقوم من الفجر من الفجر اصلي الفجر ايوه ويلا وتخلصي ميته يعني تخلصي بعد يعني في الظهر في العصر في المغرب أيوة. تخلص امتى تشتغل النهار كله يعني بعد الظهر بعد الظهر أيوة. كنت تجيب العيش من 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 مطاي من مطاي وتعدي بين ماشي اجي ماشي تيجي ماشي من مطاي لحد هنا مطاي بحب هنا ما كانش في معادي غلبان شويه ما تطولش لحد يعني كنت تيجي من مطاي يعني من مطاي لحد هنا القريه يعني في حدود 10 كيلو ماشي كل يوم كان انت عافية وتروحي ماشي وتيجي ماشي اروح ماشي واجي ماشي ما جرب قهوه بيعدينا وتجيب العيش على راسك 300 رغيف 300 رغيف غير الجبنة غير الجبنة وغير العجمة وغير الطحانية كنت تجيبوهم هنا للبلد اللي شغالين في يم ابن المدرسة أيام جمال عبد الناصر للبلد ما يعمل يقابل للمدرسين للمدرسين والمدرسين يدوا العيال تاكل ويقعد كنت تاخدي كام معاك؟ 60 جنيه 60 جنيه عشان المية واجيب الخبزة والمية لما نلاقيها تملي المية وتجيب العيش وتجيب العجوة وتجيب كل حاجة كل حاجة اجيب وورقة يدوني ورقة من هناك اجيبها للنار انت ما تعرف تجري؟ لا ما تعلمتيش ابويا ما جرني ابوك ما جركيش كنت فلاح مسكنا البهايم والزراعة ونعزة بقيت نعزة قلغيت يعني احنا زي ما حضراتكم شايفين في مكان الحجة فريجة حجة فريجة واحدة من السيدات اللي بتضرب أروع الأمثلة للست العاملة واللي ما زالت بتدي في الحياة زي ما حضراتكم شايفين سنها تجاوز 90 عام لكن ما زالت وحتى الآن تدي في الحياة وبتشتغل وده نتيجة لأن هي اتربت على العمل والشغل لذلك ما زالت هي تحب تشتغل وتاكل من عمل إيديها وده نموذج من النماذج الإيجابية اللي يعني موجود في محافظة المنيا وتحديدا في قرية الشيخ حسن التابعة لمركز مطاي
يعني ملامح وشها ملامح مصرية جميلة للست المصرية الجميلة اللي بتشتغل وبتساعد في بناء أسرتها، ربة أولادها من عملها ومن صنع إيديها. كنا معاكم محافظة المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظة المنيا.